بننام 7 ساعات في اليوم 6 ساعات، هنعمل ايه؟ ما هو الشغل عايز كده. بس فكرة الأرق والتعب، ولأي مدى ممكن ساعات النوم تأثر على مجهودك أو تأثر على تركيزك؟ طبعا، أمال إيه؟ ما هو الواحد لو ما نامش مش عارف يشتغل، فلازم الواحد يدي برضه ينام 7 ساعات، ينام 5 ساعات، ينام 6 ساعات عشان يقدر يشتغل تاني يوم. وأنت بتنام كام ساعة في اليوم؟ أنا حسب الشغل، شغال 24 وبريح 24، يعني قبل 24 حسب الشغل، وبريح تاني يوم بنام مثلا إيه 3 ساعات بالنهار، وبالليل من 11 كده لحد 6 الصبح. بنام بعد العشاء وبصحى يعني بصلي الفجر، يعني ده الطبيعي. بس كتر التفكير ساعات بيخليك في أرق جامد من كتر المسؤوليات والهموم اللي انت بقيت فيه. النوم يعني من 6 ل 8 ساعات، وساعات بيبقى 8 او 9 كمان، لان النوم مهم في حياه الانسان. اذا لم يستطع يعني الانسان ان ينام فلا يستطيع ان يؤدي عمله. هو موضوع النوم ده بيبقى مختلف من وقت لوقت، يعني في وقت ممكن انام اكتر من 8 ساعات، ممكن انام 18 ساعه على حسب، ممكن انام ساعتين، مش يعني ملهاش مقياس على حسب الشغل. وقت الراحه بيبقى، بس الطبيعي ان احنا ما بننامش العدد الساعات الكافي. في سننا بنقدر نظبط الدنيا، يعني حتى لو نمنا متاخرين بنصحى لان عندنا شغل وعندنا التزامات. لكن البنات بقى الصغيرين اللي عندهم اجازه من المدارس 6 المغرب بيصحوا وكلام صعب، و6 الصبح بيناموا كده، مش منتظم في النوم، ولذلك بيبقى عندي ارهاق دايما. يعني بقرا في كتب بالليل، ما بيجينيش نوم، يعني النوم بعيد عن عيني، فبسهر اكتر وقت بالليل. والله هو المعدل الطبيعي بتاع اي انسان لابد يكون 8 ساعات، تمام؟ ولكن نظرا لان الناس دلوقتي بظروفها الاقتصاديه الصعبه اصبحت مثلا قدرتها على النوم بتقل، لان القدره على التفكير او الرغبه على التفكير في حلول مشاكل جدت في حياه البني ادم، طبعا هي دي بتؤدي الى ان للتقليل من ايه من نوم الانسان.